يعني يا دكتور، خلينا نعرف ايه حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، لدرجة الحرارة هتبقى زايدة كده وتأثير منخفض الهند الموسمي، يعني هل هذه الدرجة هيسبب هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة؟ خلينا نتكلم من الناحية المناخية، بإن إحنا بدأنا يمكن أكتر شهرين بيكون فيهم الإحساس بالحرارة بيبقى عالي جدا نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة أكتر حتى من ارتفاع الحرارة، لأن إحنا في شهر 7 وشهر 8 بنتأثر دايما بمنخفض الهند الموسمي مع تحركه لفترات كبيرة على البحر المتوسط، فبيؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة اللي بتحسسنا بالحرارة أكتر من المقاس فعليا، وده اللي هيحصل في الشهرين دولم. يعني علاوه على ان ايضا ان زي ما قالت هيئه الارصاد الجويه ان هيبقى في كمان ارتفاع في الحراره، فده طبعا يخلينا نحس بالحراره اكتر في الشهرين دول. طبعا بننصح الساده المشاهدين عدم التعرض للشمس المباشره فترات طويله، المضطر يتعرض نتيجه اي شغل او ما شابه يبقى في كاب في شمسيه او في حاجه، باكثر من شرب السوائل خاصه المياه. طبعا يعني حتى انسانيا ان احنا بنحط في للقطط والعصافير والكلاب والحاجات. طب طب دكتور معلش، هو ارتفاع درجه الحراره بنفس مستوى ارتفاع درجه الحراره السنوات الماضيه، ولا الصيف ده يعني في درجه من الاختلاف؟ يعني خلينا نعرف التغير المناخي اللي حاصل في العالم كله، هل بيسبب انه خلال شهر 7 و 8 السنة دي درجة الحرارة هتبقى أعلى من المعدل المعتاد عليه خلال شهر 7 و 8 في السنوات السابقة، ولا عادي؟ تغير المناخ هيخلي حسسنا فعلا بارتفاع أكتر في الحرارة هذا الصيف عن السنوات الماضية، وأيضا ارتفاع نسب الرطوبة. طب الحقيقة دكتور إحنا في أجازة، يعني ما زالت الدولة أجازة اليوم الثلاث، وفي أجازة مدارس، فمعنى كده أن الأهالي والأولاد في أجازة، ومعنى كده أن دي فرصة للخروج والزيارات والنوادي، الجناين، الحدائق، المتنزهات العامة. أيضا إحنا مازال الطلبة الثانوية العامة بيمتحنوا، فهم بينزلوا للامتحانات في توقيتات الجو فيها بيبقى صعب. إيه اللي ممكن نعمله علشان طلبة تمتحن بسلام والأولاد برضو تستمتع بأجازتها، ما نحرمهمش يعني من إن هم يستمتعوا يعني باليومين؟ أهم حاجة إن في فترة الظهيرة بالذات، الفترة اللي بتبقى فيها الشمس شديدة قوي، إن إحنا ما نتعرضش للشمس مباشرة، ولازم يكون معانا لو كنا مضطرين يبقى زي ما قلت حضرتك شمسية، كاب. أيضا الناس الموجودين على السواحل ياريت إن إحنا فترة الظهيرة اللي بتبقى فيها الشمس قوية جدا بيبقى فيها تأثير الأشعة الحمراء بقى شديدة جدا من 12 ل 4 يتواجد تحت شمسية فقط، ولا داعي لتواجده في الشمس لأنها ليها تأثير جامد. طب دكتور تنصح بإيه أي حد يتعرض لضربة حر أو ضربة شمس؟ لأن في ناس بتشتغل بتنزل بتضطر تقف في الشمس، يعني إحنا يعني بنعيش وسط مهن مختلفة وظروف اقتصادية مختلفة. يعني طبعا يبقى لازم سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى، أقرب دكتور، لأن طبعا هو صحيح العلاج بيبقى بسيط، بس لو ما راحش بسرعة بيبقى ليه تأثير مش كويس. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، على وجود حضرتك معنا.